تحية طيبة متجددة وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة لأهم الأنباء. بداية وتجسيدا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 14 مايو المنصرم وبهدف القضاء على بطالة حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه وبناء على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ستنظم دورة توظيف 1409 أساتذة مساعدين استشفائيين جامعيين و693 أستاذ بحث قسم باء بمراكز البحث. عملية التوظيف هذه تضاف إلى توظيف ما يقارب 8000 أستاذ مساعد قسم باء بمختلف المؤسسات الجامعية بمجموع 10000 منصب مالية. وقد تم من خلال هذه العملية توظيف أكبر عدد من الأساتذة لم تشهده الجامعة الجزائرية منذ تأسيسها، مما يعكس الاهتمام البالغ والمجهودات الكبيرة للدولة الجزائرية بهذه الفئة من النخب العلمية. تنمويا وفي المشاريع الوطنية الكبرى وعلى غرار الجهود المسخرة في قطاع الأشغال العمومية لتطوير وتعزيز شبكة الطرقات والبنى التحتية والمنشآت التي من شأنها بعث التنمية المحلية والدفع بالحركية الاقتصادية الوطنية، وهو الدور الذي ستطلع به أو سيطلع به الطريق السيار الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، ومشروع هو هذا المشروع يعرف وتيرة أشغال سريعة ومتابعة مكثفة لتسليمه في الأجال المحددة. كاميليا خليف تفصل. أكبر جسر على الإطلاق يجري إنجازه على الطريق السيار الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالإضافة إلى نفق مزدوج بالمنطقة الحدودية. هذه المنشآت الفنية غاية في التعقيد بسبب تضاريس المنطقة، ثمرة شراكة بين الشركة الوطنية للأشغال العمومية ومجمع أسقون التركي. يعتبر من اكبر لي فياديك في لوطوروت، على طول لابورتي تاعو حوالي 1770 متر. كاين خمس منشآت فنيه كبيره على طول 3100 متر طولي، اي 3 كيلومتر اوفراج دار سور لا لونغور دو لا روت كي 12 كيلومتر. سي لو دوزيام تونيل ابري لو تونيل دو ايتي حيا موسى. عطتنا غير لا بارتي فوت تو سكي لا بارتي رادي بونكيت، هادو ما قاعد تكملناهم. مجمع أسقون سيسلم هذا النفق في الآجال المحددة. الأتراك والجزائريين يقومون بأعمال مشتركة وكل ظروف النجاح متوفرة. المشروع عرف تأخرا كبيرا، إلا أن أهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياحية تجعل منه استثمارا ذا قيمة كبيرة. كي يتحل المشروع ان شاء الله يدير 25-35 مينوت لتيزي وزو لتيكزيرت الازفون للمناطق الصحيه، ويفك يفك الاختناق المروري سورتو على لان 25، ويعوض يعني لما تروح على تيحيى موسى على ذراع الميزان تجي ديريكتومون في لوطوروت 30-35 مينوت راه في لوطوروت اسواس ونيفو دو جباحيه. ماشي غير يفك العزله ولا يفك الاختناقات، راح يالي جيمام لو ريزو، شبكه طرقيه تاع الولايه هنايا كامل. هذا ومن المنتظر ان يسلم المشروع في الاجل المحدده شرط ان تحل المشاكل الاداريه التي تعيقه. ومن المساهمات المعول عليها للنهوض بالاقتصاد الوطني تفعيل وتثمين الصناعات التحويلية كمورد لخلق الثروة خارج المحروقات. وضمن هذا المسعى تمكنت مؤسسة تصدير منتوج الخروب ومستخلصاته بتلمسان من تحقيق رهان التصدير لأربعين دولة وفي مقدمتها دولة روسيا. المراسلة من تلمسان لمختار مدكور. على مساحة 140 هكتار يهتم شكيب بغراسة شجرة الخروب التي مكنته من تصدير المادة ومستخلصاتها إلى 40 دولة. تصادف وجود فرقة التلفزيون الجزائري مع تجهيز أولى الشحنات إلى فيدرالية روسيا أكثر الزبائن طلبا على هذه المادة. منتوج مطابق جميع المواصفات العالمية، من بين ذلك لأنه دفعنا باش نكون من بين مصدرين، أحسن مصدرين في الجزائر. المنتوج هذا ما يخسروش، نستفادوا به، تستفاد به الشركة هذه. نوعية ما شاء الله، إن شاء الله 2000-3000 قنطار، وهذا الخروب يستفدوا بزاف منه من عائلات. رانا عايشين كاع كل فلاح، كل الخدام بالنهار، كل بالشهر، كرانا عايشين فيه. تحظى الشركة
المساعدة الكاملة للدولة. بدينا مشروع تاعنا هو غرس 1000 هكتار خروب هنا في ولاية تلمسان. الساعة اليوم رانا حوالي 100 هكتار ديجا مغروسة. مؤسسة تصدير مسحوق الخروب التي توظف أكثر من 150 عاملا تسعى لغراسة أزيد من 10 ملايين شجرة خروب، وذلك خلال العشر سنوات المقبلة، والتي ستمكنها من تحقيق الريادة إقليميا. عندنا 17 سو برودوي منتج مشتق من الخروب رانا نصدروه، اللي خلات الناس تساهم في مشروع 10 ملايين شجرة خروب، والناس انضمنت لهذا المشروع. كل هذه المجهودات تأتي في إطار رفع العراقيل والاجتماع لانشغالات المستثمرين. تم الانتهاء من عملية إنجاز المنطقة الصناعية الجديدة بولاد بن دامو، رفع التجميد عن المنطقة الصناعية الجديدة بالعريشة اللي يعني ننتظر منها آفاق كبيرة، خاصة منها في المشاريع المهيكلة. مزايا شجرة الخروب اقتصادية وبيئية، وستسهم كذلك في تدعيم السد الأخضر كصمام أمان يحمي من خطر التصحر والانجراف. ومزايا أخرى سيتيحها مصنع إنتاج وتحويل الخضر والفواكه بالطهير بججل للحركية التنموية بالمنطقة عموما وللفلاحين على وجه الخصوص من خلال ضمان تسويق منتجاتهم. المصنع الذي سينطلق خلال الأشهر المقبلة سيسمح بتوفير 200 منصب شغل مباشر و500 منصب غير مباشر. عبد الرحيم شمعوني يفصل. انطلاق هذه الأشغال جاء بعد رفع كل العراقيل الإدارية على هذا المصنع المختص في إنتاج وتحويل الخضر والفواكه بولاية جيجل، مشروع سيدخل حيز الاستغلال خلال الأشهر القادمة. هناك أربع وحدات إنتاج، وحدة إنتاج زيت الزيتون، وحدة إنتاج العصائر، وحدة تجميد الخضر والفواكه، ووحدة تجفيف الفواكه. فراح نوظفوا حوالي 200 منصب شغل مباشر و 500 منصب غير مباشر. انطلاق وحدة زيت الزيتون شهر أكتوبر، وباقي الوحدات يدخلون تباعا إن شاء الله. هذا المصنع جاء وهو داخل في الإطار الصناعات التحويلية للولاية في حد ذاتها، في حاجة ماسة وماسة جدا، وهو كان مطلب على مدار عشرة سنين من الإخوة الفلاحين. وإحنا كمهنيين راح نترافقوا وتكون اليد في اليد إن شاء الله باش نعطيوا الإضافة للوحدة هذه اللي هو مولود جديد اللي نباركوه جميعا. ولتقريب الفلاحين من هذه المؤسسة تم تنظيم يوم دراسي خاص بمنتجي زيت الزيتون، وذلك لبحث سبل التعاون لتزويد المصنع بهذه المادة. قمنا اليوم بتنظيم هذا اليوم التحسيسي لفائدة الفلاحين ملاك البساتين أشجار الزيتون، لخلق فضاء بين الفلاحين والمستثمر لتحسين كل الممارسات الخاصة بسلسلة إنتاج زيت الزيتون وإنتاج زيت ذو جودة عالية. هذه المؤسسة احنا تساعدنا وتعاوننا كفلاحين، خاصة من الناحية تاع المعايير الجودة، وكنسوقوا وحنا مطمئنين باللي المنتوج ديالنا قادرين ننفسوا به اي منتج عالمي. تفعيل هذه المشاريع من شأنه دفع حركة التنمية المحلية بالولاية وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وعشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسطنطيني ومؤتمر الصمام، نتوقف في نشرتنا اليوم عند المسيرة النضالية الحافلة للمجاهد أبو بكر محمد بن عطية، الذي يروي للأجيال الصاعدة قصة كفاح مستميت من أجل أن تعيش الجزائر حرة أبية. أحمد الأمين بوتومي. في هذه الحقيبة التاريخية يحتفظ المجاهد أبو بكر محمد بن عطية بوثائق تتعلق بالثورة المظفرة. لقد كان مكلفا بتدوين ونقل رسائل بينية تحمل أسرارا تخص جيش التحرير الوطني في معركته ضد المستعمر الفرنسي. الحاج محمد بن عطية يرى أن الوقت قد حان ليعطي أحفاده دروسا واقعية عن الوطنية. كان عندنا نظام نمشي به في الثورة، شوفوا الرسائل هذو رسائل يجونا من عند جيش التحرير، شوفوا قدش وعلاه يديروا مصغار كيما هكذا، كي يجيب من البريد لو كان كش ما يلقى حاجه في الطريق بيسكات ولا يلقى عسكر ولا يلقى ياكلهم ما يعطوش، ما يديروش وحده كبيره كيما هذه ما يلقى ما يدير لها، هذه صغيره يغذي يطبقها هكذا ويسرطها، لان فيها الاسرار تاع الثوره هذه، الرساله هذه
راه فيها اسرار تاع الثورة، فيها اسماي مبعوثة من عند جيش التحرير. ها ها الخاتم تاع جيش التحرير، ها برا، ها ها الخاتم تاع جيش التحرير. الرسالة هذه من عند جيش التحرير فيها معلومات. بين ما نعيشه وبين ما عاشه الجزائريون خلال الحقبة الاستعمارية، يوضح المجاهد بوبكر محمد بن عطية لأحفاده. فرنسا كانت مستعبدة الشعب، ما تخليهش يحرف، ما تخليهش يحصد، ما تخليهش يدير نخل، ما تخليهش يدير شجر. جايب نتاوعها الكولون نتاوعها هما اللي يخدموا، والقمح والشعير والفرينة والشينة والتمر والخيرات يدوها لفرنسا، والشعب هنا مخلي لهم يد بالشر. بصح دروك ناضوا الناس جاهدوا وماتوا على البلاد وزعقوا فرنسا، والخيرات اليوم راهي تنتج فيها، ينتجوا بها الجزائريين وعايشين منها الجزائريين. لم يتوقف نضال هذا المجاهد عند مرحلة الاستقلال، فقد خاض تجربة الاستثمار الفلاحي ليصبح أحد أكبر المستثمرين الفلاحيين ببلدية الدوسن ولاية ولاد جلال. البداية تاع الاستثمار في هذا المكان هذا في 1980 بدينا الاستثمار في المزرعة هذه، بدينا بغيرة النخيل وزراعة الحبوب والفلاحة الموسمية. وفي ذاك الوقت 82 كنا نديروا الفلاحة تاع الخضروات، ومن بعد طورنا ولينا الحبوب. مازالت عندنا المساحة باه نوسعوا، وحنا العام هذا متوقعين إن شاء الله إنتاج حوالي 2000 قنطار ونقدروا نتوسعوا حتى 4000. هنا الفلاح اللي رانا عنده هنا محمد بن عطيه فلاح قديم، وعنده طاقم كبير، عنده من الشباب يتبعونا ويخدموا معنا، ما يفهموا علينا واش نقولوا، هذاك يتبعوا النصائح ويتبعوا الارشادات اللي نقولوها، ويخدموا كنا نقولوا الماتريال نتاعهم لوزوتي نتاعهم هذاك اللي عندهم. مسيره جاده ومتواصله للمجاهد بوبكر محمد بن عطيه، الذي ضمن في موسم الحصاد لتعاونيه الحبوب والبقول الجافه مخزونا لا باس به من البذور، استعدادا للسنه الفلاحيه القادمه بالجهه الجنوب شرقيه للوطن. فقد مر من معركة تحرير الأرض إلى رهان خدمتها وإنمائها. وفي إطار مكافحة حرائق الغابات اندلع أمس حريق معتبر بأعالي غابة برباشة كنديرة بولاية بجاية، حيث تم تجنيد إمكانيات كبيرة بما فيها طائرات حوامة متخصصة في إطفاء حرائق الغابات بمشاركة أفراد للجيش الوطني الشعبي مدعمين بأفراد الحماية المدنية الذين استعانوا بشاحنات لإخماد هذا الحريق. قمنا بتجنيد كل الوسائل المادية والبشرية، إما من الوسائل التابعة للجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية وكل الأسلاك الأمنية والإطارات الولائية. أولويتنا هي وضع جهاز أمني قوي حول كل القرى التابعة لهذه المنطقة. لهذا أؤكد لكم أننا لم نسجل أي ضحية أو خسائر مادية أو بشرية ما عدا الخسائر في الغطاء النباتي، والجهود متواصلة ومن أجل إخماده نهائيا. كما سخرنا أيضا مروحتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وطائرة من نوع B200، أيضا طائرتين تابعتين للوحدة الجوية للحماية المدنية، والجهود متواصلة من أجل إخماده نهائيا. كما تم إخماد الحريق المهول الذي اندلع أمس بغابة بني ملول ببلدية المسارة غرب ولاية خنشلة، حيث تدخلت طائرة خاصة تابعة للقوات الجوية الجزائرية وحوامتين لدعم جهود فرق الحماية المدنية وأعوان الغابات ومواطني المنطقة لاحتواء ألسنة النيران. المراسلة لعبد الرحمن شبح. تم إخماد الحريق الغابي الذي شب بالقرب من مقر القيادة التاريخية الأولى علي سواعي ببلدية المصارى بخنشلة، وقد ساهم تدخل 3 طائرات لمكافحة الحرائق والتي من بينها حوامتين في السيطرة على ألسنة اللهب بشكل نهائي. نكرد العرش المسار كومبلي أم زيارة مقران المساغر نكرد نسيد نستنس العافيين تمور ثنا قلان موثن في الناس الشهداء، والحمد لله بفضل إرقازن بفضل معاونة الشعب نسيت جي تعول في منا تعول في الدولد نتمعوانا مقرانا مزيام امور ثنغ الغاب ثنغ ضيان غنغ ضيان كسب ما روحان غثان روح نوقع لازم نمعاون واني تفوز كفوز
يشوفوا زي تصفقج أن معاون تكل الدول الشعب أم زيان أم قران أنسنس العافية النق. الحمد لله يا ربي نمعاون كل العافية النساء. سكان المنطقة وكعادتهم وبأدوات بسيطة هبوا منذ اللحظات الأولى للحريق في دعم ومؤازرة جهود مكافحة النيران التي أتت على مساحة معتبرة من غابات أشجار الصنوبر بالمكان المسمى ثغانيمت بغابات بن ملول. بعد عملية التعرف اتضح أن الحريق هام جدا يتطلب دعم من الوحدات المجاورة، وعلى إثر ذلك استدعينا الرت المتنقل لمكافحة الحرائق الغابات لولاية خنشلة وبعد والوحدات المجاورة، ولم نتمكن من السيطرة على الحريق مما استدعى باستدعاء الوسائل الجوية. رغم صعوبة الوصول لمكان الحريق والرياح الساخنة التي هبت على المنطقة إلا أن تضافر جهود الجميع أثبت نجاعته وكلل بالنجاح، فيما تبقى بعض المواقد المعزولة بحاجة للمراقبة حتى زوال خطرها بالكامل. في إطار المساهمات المسطرة من قبل قيادتي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني والأمن الوطني لولاية وهران لتأمين موسم الاصطياف والسهر على حماية المواطنين والممتلكات، تم تنظيم مداهمة مشتركة ذات المصالح واسعة النظام على مستوى إقليم بير الجير، حيث مست مختلف بقع الإجرام والأماكن العمومية. أسفرت العملية عن توقيف 11 شخص وحجز 744 قرص بريغابالين من مختلف الأنواع مع 4 مقصات صغيرة الحجم، 181 وحدة مشروبات كحولية سعة 50 سنتيلتر مختلفة الأنواع، 16 قنينة نبيذ أحمر، 16 عمود كيف معالج، و6 عصي ذات شحنة كهربائية مع مسدس ذو شحنة كهربائية، 7 أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام. عملية المداهمة لا تزال متواصلة. دوليا وفي ملف الصحرائية الغربية، دعا حزب العمال الحاكم في أستراليا الأمم المتحدة إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية دون تأخير، وذلك في توصية صادق عليها يوم أمس خلال مؤتمره المنعقد ما بين 16 إلى 19 أوت الجاري بأستراليا حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية. وعبر ممثل جبهة البوليساريو بأستراليا محمد فاضل كمال عن ارتياحه العميق لتبني الحزب الحاكم في أستراليا لهذه التوصية الهامة، والتي تؤكد من جديد تأييد الحزب لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وتدعو الأمم المتحدة إلى تنظيم الاستفتاء في أقرب الأجل. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد شاب فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم بلاطة شرق نابلس قبل 3 أيام، وكانت عناصر من قوات الاحتلال قد تسللت إلى المخيم وحاصرت منزلا اندلعت على أثرها مواجهات عنيفة أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع والأعيرة النارية تجاه الشبان الفلسطينيين. وفي أخبار موجة الحرائق التي تجتاح عددا من بلدان العالم، رجال الإطفاء في إسبانيا في مهمة صعبة لاحتواء ألسنة اللهب، فيما أعلنت مدينة هاواي التاريخية بأمريكا منطقة أو أعلنت منطقة منكوبة في وقت تواصل فيها السلطات الكندية عمليات الإجلاء. أحلام بهلول. تتواصل موجة الحرائق التي تشهدها بعض دول العالم، ففي إسبانيا رجال الإطفاء يسابقون الزمن لإخماد حرائق الغابات المشتعلة في جزيرة تينيريفي في ظروف صعبة زادتها التضاريس تعقيدا، هذا فيما حذرت الحكومة السكان من التلوث المنبعث جراء الغازات. حرائق اندلعت بعدما شهدت جزر الكناري موجة حر تسببت في جفاف شديد بالمنطقة، وبالموازاة مع ذلك تواصل فرق الإطفاء في كندا مكافحة ألسنة اللهب في مهمة تبدو صعبة لمنع بلوغها مدينة يلو نايف التي أمرت السلطات في وقت سابق بإخلائها فورا وإجلاء المواطنين العالقين. وفي هاواي حجم دمار هائل خلفته الحرائق التي أتت على الأخضر واليابس وأودت بحياة أكثر من 100 شخص، لتتحول مدينة هاواي التاريخية إلى منطقة منكوبة
في كارثة تعد الأكثر فتكا في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود. ومع ارتفاع درجات الحرارة في العالم نتيجة تغير المناخ، يحذر العلماء من أن موجات الحر ستصبح أكثر تكرارا وشدة في وقت بات تأثيرها أوسع نطاقا. وبالعودة لأخبار الوطن للاختمى نشرتنا، وضمانا لموسم استياف آمن ندمت الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية وأمن الطرقات يوما تحسيسيا بمخيم الشباب بأزفون بولاية تيزي وزو بهدف التوعية بمخاطر حوادث المرور. سهام مسرسك. تكوين ثقافة مرورية عند الناشئة وفق استراتيجية وضعتها الدولة هي ما تصبو إليه عدة قطاعات، حيث تم تنظيم يوم تحسيسي حول مخاطر حوادث المرور بمخيم الشباب أزفون بتيزي وزو. تحسيس حول حوادث المرور باش نعلموا الأطفال الثقافة المرورية، كثروا بزاف الحوادث وكاع، ونوعيوهم ونقولوا لهم باش ينقصوا منهم وما يجروش. نحن نرفع التحدي للحد من حوادث المرور عن طريق تحسيس هذ الأطفال وكذلك الشباب باللي ضروره التحلي باحترام قوانين المرور. توعية الأطفال هي من ضمن الأهداف المسطرة لقطاع التربية والتعليم. وبما أن التربية المرورية ستدرج في منهاج وزارة التربية مع الدخول المدرسي المقبل، أعوان الشرطة والدرك الوطني كان لهم دور في اليوم التوعوي. احتكينا بيا الشرطة والدرك وبالحماية المدنية، وتعلمنا بزاف أشياء للحد من خطورة الحوادث المرور. واليوم داروا لنا اليوم تخصيصية لمخاطر حوادث المرور، تلاقينا اليوم مع الشرطة والدرك الوطني والمنشطين. درنا جهاز رادار هنا اللي متعلق برفع مخالفات المتعلقة بسرعة، عندنا جهاز الكشف عن الكحول في نسبة الدم اللي نستعملوه تاني من أجل الحد من دائرة السياقة في حال السكر. معرض خاص بالسلامة المرورية وكذا عرض ووضع حظيرة للتربية المرورية، من خلالها يمكن أن نعرف بخبايا قانون المرور. غرس الثقافة المرورية عند الطفل سيسهم في تكوين نشأ سليم وبيئة خالية من حوادث المرور. نشرتنا تمت، شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، ونلتقي بحول الله في نشرة الواحدة. أطيب المنى.